في مسألة هتنزلها لكم في الشيت، اه تمام؟ بص تمام، عندك كام حمل؟ شايف ستة. اللود دي؟ اوكي، لما اجي اقول لك بقى احسب اعملي ديزاين للتراك، هتعمله لي على انهي لود؟ عند انهي حمل؟ اللي هو 22.6 ولا؟ نعم نعم، مش احنا بنجيب عشان ده ايه؟ وده اكبر الأول. اقصى لود عندي. يعني انا في المسألة دي مش هقعد احسب عند كل بوينت من الستة، انا هحسب عند بوينت فايف. ليه بقى بوينت فايف دي؟ عشان دي اللي بيأثر عليها. طب هل معنى ان انا اخد المومنت قطع عند اقصى حمل يبقى دوت معناه ان هيجيب لي اكبر مومنت؟ الصوت قطع. لما يجي يبقى عندي أكتر من حمل بشوف أقصى، ويبقى هو دوت مجال الدراسة بتاعي. يعني أنا هنا في المسألة مش هحسب عند كل بوينت من الستة، هحسب عند بوينت فايف بس. طب ليه عند بوينت فايف؟ لأن هي دي اللي بيأثر عليها أكبر حمل موجود عندي، حتى من غير ما أنا أقول لك، يعني من غير ما أنا أقول لك تحسب فين، انت بتشوف اقصى حمل موجود عندك ويبقى هو دوت. ماشي يا باشمهندسين. طب يا دكتور، معنى ان انا اخد المومنت عند اقصى حمل ان هو ده ده اكبر مومنت هيجي لي؟ اقصى اجهاد هيحس بيه التراك بتاعك. ماشي يا باشمهندسين. تمام، شكرا يا دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل المحاضرة بتاعتنا. لو الصوت قطع حد ينبهني بعد إذنكم. المرة اللي فاتت احنا قلنا ان الشابتر بتاعنا ان احنا بنعمل ديزاين للتراك element بتاعتنا، وقلنا ان التراك element الريل ديت متثبتة على سليبر، السليبر محطوطة على طبقة بالاست، البالاست ثابتة على السويل بتاعتي اللي هي السب جريد. وعملنا ديزاين للأربعة أيتم دولت، وقلنا الديزاين بتاعهم معناه إننا نشوف قيمة الإجهادات اللي بتتأثر بيها الأيتمز بتاعتي، وبقارنها بالإجهادات الأفيلابل المسموح بيه، بلس إن أنا عندي تكلفة. لو جيت أقول لك اعملي ديزاين للتراك وشوف لي التكلفة بتاعته، المفروض ان حضرتك بعد ما بتعملي الديزاين ليه بتقولي الديزاين ده هيكلفك كذا، هيكلفني كذا ديت بناء على ايه؟ بناء على 1 2 3 احنا قلنا المرة اللي فاتت. جينا في حتة معينة قلنا ان انا لما اجي اعمل التراك element ما ينفعش ابدأ في جزء قبل التاني، يعني ما ينفعش اعمل ديزاين للبالاست قبل الريل. ليه؟ لان كل item مرتبط بتأثير الايتم اللي قبليه. بمعنى ان انا هنا ده ملخص بسيط على القوانين بتاعت المرة اللي فاتت. لو جينا شفنا في السليبر هنا هلاقيه هنا داخل معايا في السليبر التأثير بتاع الجريد بتاع الريل. تأثير الريل ده داخل ازاي؟ داخل في القانون بتاعي WR1 و WR3. بالتالي انا ما كانش ينفع اعمل ديزاين للسليبر قبل الريل ابدا. نفس الكلام في البالاس، البالاست قلت لك بياخد تأثير السلابر وبياخد تأثير الريل. قلت لك في حاجة مهمة جدا في البالاست ان انت لازم تعمل تشيك على ال HB مينيمم. واخر حاجة قلناها ان احنا بنعمل ديزاين للسب جريد على حسب نوع السويل اللي موجودة عندي. التأثير بتاع السب جريد واخد معاه تأثير البالاست وتأثير السلابر وتأثير الريل في الحسابات بتاعتي.
وشفنا كل واحده بنقدر نحسبها ازاي والقوانين بتاعتنا عامله ازاي، وايه قلنا ايه القوانين الجيفن وايه القوانين اللي هتبقى حفظ على حضرتك. بس جينا عند حته معينه وقفنا، قلنا التكلفه بتاعت السب جريد دي معتمده على شكل التربه. التربه اللي انت هتشتغل عليها دي انت هتشيلها ولا محتاج تجيب تربه من بره عشان تمشي الخط بتاعك؟ يعني السب جريد مقسوم لتو كيس، كت او فيل، هيبقى عندك سيكشن ده ولا هيبقى عندك السيكشن ده. بالتالي احنا وقفنا عند الجزء، عملنا بس ديزاين للاجهادات بتاعت السب جريد، وقلنا الكوست هنكملها المحاضره الجايه. قبل ما ابدا في التكلفه بتاعت الكوست، انا عايزه احل معاك مساله مباشره جدا على الكلام دوت، عشان نعرف ازاي طريقه حل المسائل. اول حاجه نعرف ازاي الستبس نمشي عليها، واتمنى ان انا في الامتحان اشوف بنفس النظام بتاع الحل ده. بص معايا دلوقتي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي سنجل ريل. انا عايزه حد من الباشمهندسين كده اللي صاحيين معانا يقرا لي كده المساله بعد اذنك. دكتور يلا اسمك انا عندي ايه؟ سؤال بس دكتور لمصطفى، اللي هو اسمك السؤال ايه؟ اللي سأله. اسمك مصطفى؟ لا في سؤال مصطفى اللي هو سأله في اول المحاضره لما حضرتك قلت ناخد البي ماكسيم. ماله؟ لما احنا بقى نجيب اكس 1 واكس 2 عشان نجيب الالفا، ناخد البي اللي قبلها والبي اللي بعدها؟ ايوه طبعا، ما باخدش البي، انا باخد تأثير البي. تأثير البي جايلي في الاكس بتاعتها. ايوه طيب تمام. مين يا باشمهندسين يقرا معايا كده المسألة ونبدأ نحلها سوا؟ ممكن يا دكتور؟ اتفضل. اسمك ايه؟ عمر. صباح الخير يا عمر. سنجل ريل. طيب يعني تراك. لا ده انا لازم اقف، وهتلاقيني عامله لك عليها ايه، عامله لك عليها خط كده. تمام. اول حاجه لازم ابقى بص عليها في المساله ان انا عندي ايه، ان انا عندي سنجل ريل او دبل سنجل ريل. سنجل ريل دي ليها ترانسليت في دماغي على طول ان في قيمه معينه لحاجه معينه دي مش هتظهر. حد عارف ايه هي؟ قيمه الايه؟ ايوه. انت اسمك ايه بقى؟ اسمه ابراهيم. برافو يا ابراهيم. ابراهيم ايه بقى؟ ابراهيم سعيد. ابراهيم. ماشي يا ابراهيم. ابراهيم قال لي مدام سنجل ريل. ابراهيم سعيد. اوكي، مدام سنجل ريل يبقى قيمة الاي سمول دي مش هتظهر عندي خالص. هو حد فاكر اصلا ايه قيم الاي سمول، ولا ايه كلمة اي سمول دي؟ ايه الرمز اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ المسافة ما بين الفدو السكة، المسافة ما بين التو ريلز او يعني الكليرنس. في واحد مسافة كان فاضية. بيقول لك اهو فدو السكة. ايوه انا معاك، كمل. في مسافة فاضية بتبقى ما بين ال ما بين ال يعني التو ريلز او حتة فاضية كده ما بيبقاش فيها حاجة. يس اللي انت بتقوله ده مظبوط تماما. هل بقى حد يتذكر ايه هي القيم بتاعته؟ يعني لو هو ستريت يبقى 2 متر، ولو كيف يبقى 2 متر. شايفينها؟ ظاهر السكرين قدامكم؟ ايوه ظاهر. اوكي، الاي سمول دي اللي هي الكليرنس بتاعي، اللي هو المسافة ما بين الريلز اللي موجودة عندي، بيختلف على حسب شكل السكة بتاعتك. شكل السكة بتاعتك طوالي ولا فيها كيرف ولا مخزن ولا محطة ولا داخلة على منطقة فيها سيجنال. الجزء ده مش هيظهر عندي خالص هنا، المفروض ان انا ما افكرش فيه حتى. ليه حضرتك بتقولي كده؟ لان هو في بداية المسألة خالص قبل اي حاجة قال لي ان هو ايه؟ سنجل ريل. تمام. بعدين قال لي ان السنجل ريل بتاعك ده التايب بتاعه 54، وارجع اخش على المحاضره اللي فاتت. ثواني،
واجي اقول هو 54 ده يعني ايه؟ 54 دي هتفيدني بايه يعني؟ هتفيدني ان انا هخش في الجدول بتاع خصائص الريلز اللي عندي. طيب اللي هو 54 ده ليه خصائص؟ ان الاريا بكذا، وزن المتر الطولي، الانيرشيا، الزد، الاتش، الدبليو ار 1 ودبليو ار 3. يعني انا عارف ان الخصائص بتاعه الريل بقت افيلبل معايا، بس لازم اخد بالي من حاجه ان هو قايل لي 54. لو انا ما خدتش بالي هاخد اي رقم من الارقام دي واحطها، وبالتالي المساله بتاعتك خلاص باظت، ما بقاش فيها ايه، ما بقاش فيها ارقام سليمه. يبقى انا اول حاجه في المسائل هبص عليها نوع الريل سواء سنجل ولا دبل، واحط في دماغي كده ان لو سنجل مش هيبقى عندي الكليرنس، لو دبل هشوف ايه نوع الريل إيه؟ وساعتها هحدد قيمه الايه، لان هو مش هيقولها لي. ماشي يا باشمهندسين؟ تاني هبص عليها الريل تايب بتاعك قد ايه، نوعه ايه، 54 47 54. خلاص الخصائص بتاعت ال 54 هي اللي هتبقى معايا. الناس بقى اللي هتكونتاكت معايا واحنا بنشتغل، الكاركترستيك بتاعه الريل 54 دي خليها قدامك عشان لما اسالك سؤال مهندس بقى اللي كان بيقرا معايا ممكن تكمل بعد اذنك. ريستد اون تمبر سليبر، اضحك كده. يعني ايه كلمة تمبر سليبر؟ يعني خشب. انا واقفة على فلانكة خشب، دي ليها ابعاد. البي اكبر من التي، البي اكبر من التي على طول. يعني لو انا كتبت لك ال 12 في 26 تبقى تعرف ان هي تي في بي. اتفقنا؟ نقول تاني، قيمة البي اكبر من قيمة التي. يعني لو انا كتبت لك 16 في 26 يعني التي في البي. اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتور. الدايمنشن بتاعتها عبارة عن البي والتي والال، والدايمنشن دي بالسنتي، وهتلاقيني بص حضرتك كاتبه لك ايه، ان هي بالسنتي. having a slipper spacing، المسافة ما بين 65 سنتي in the clay soil على تربة clay soil دي طينية. تخليني أعرف الزد بتاعة السويل بتاعتي قد إيه، الزد بتاع السويل بتاعي قد إيه. لو رجعت بقى، عشان أنا مش عايزة أقعد كل شوية أرجع على المحاضرة اللي فاتت، لو رجعنا على المحاضرة اللي فاتت هتلاقي في آخرها خالص، في آخر الجزء بتاع sub grade، هتلاقي ثلاث قيم لأنواع تربة مختلفة بثلاث قيم لميول مختلفة. حد يقول لي الكلاي ميل التربة بتاعتها كام لكام؟ واحد إلى واحد. واحد. شاطرين، أنتم ممتازين. أوكي. If the track is designed to support locomotive type CC, who is the maximum axial load؟ maximum إيه؟ axial load اللي هو maximum إيه؟ اكسيال لود اللي هو اللود، اكسيال لود. يعني كلمه اكسيال لود مدام الاكسيال لود دي مدام هو حددها لي وقايلها لي صراحه اكسيال لود، هل انا هشتغل بال22 دي؟ لا، بنقسمها على 2. دكتور اسمك ايه؟ عمرو اشرف. بص بقى يا عمرو، انا كاتب لك ايه تحت، ايه بي ويل ب 22 على 2. انا كل ده بترجم المساله، انا ما بداتش حل، انا كل ده بطلع من المساله الحاجات اللي انا عايزه اشتغل عليها. ان كيس ان هو ما كتبليش كلمه اكسيال هنا وقال لي هو ذا ماكسيمم لود از 22 طن، هاخد ال 22 دي اشتغل عليها. اي حاجه اكبر هنقسمها برضه عشان اكتر من 15. الايه؟ هنقسمها برضه على 2 عشان اكتر من 15. تمام، يبقى الريفرنس بتاعي في اللودز اللي هو رقم كام؟ 15. اقل من 15 هشتغل عليه في المعادلات مفيش اي مشكله، اكبر من 15 يبقى ده على طول اتحول ان هو بقى اكسيال لود، لازم يتقسم على 2.
الاكسس ديستانس بتاعتي مور ذان 280 سنتي. والله يعني راجل رقف بحالكم ما ادكوش ارقام. قال لك المسافه بين المحاور اكبر من 280 سنتي. طب اكبر من 280 يعني كام؟ 281. اكبر من 280 يعني 300. بس يبقى انا عندي ال 280 سنتي ده الفاصل بتاعي بتاع الديستانس. والله هو قال لي اكبر من 280 وقايلها لي صراحه ان هي اكبر من 280، بس انا هضطر ان انا اخدها كام؟ 280 سنتي. البي زد بتساوي نسبه من البي دبليو. فيها مشكله؟ لا. جه قال لي بقى ان الماكسيمم سبيد بتاعتك 120 كيلومتر بير اور. ال 120 كيلومتر بير اور دي هتلاقيني جايبه لك كاتبه لك جنبيها كده ترجمتها. ايه ترجمتها؟ ان الاف بتاعت الريل بتاعتي هتبقى ب 1500. ايوه انت عرفتي منين الكلام ده؟ ايه الرقم ده؟ وشمعنا يعني عند السبيد 120 ان الاف بتاعت الريل الافيلبل هتبقى 1500؟ مين اللي قال لنا الكلام ده؟ لو جينا رجعنا ايوه لا مش مكتوبه في الكونديشن هنا حاجه. هنا اهو مش هتلاقي في الريل حاجه. هتلاقي هنا كاتب لي على طول الالاوبل سليبر ايه استرس كذا، مش جايب لي اي حاجه عن الريل، مش جايب لي الافيلبل بتاع الريل. بس هو جاب لي الايه؟ هو جاب لي ايه؟ جاب لي السرعه. وانا عارفه في الديزاين بتاع الريل ان ان الاف الاوبل بتاعتي بتتقسم لثلاث قيم بناء على الريل ديجري او السرعه. فاكرين الكلام بتاع المحاضره اللي فاتت؟ مش فاكرين؟ تعالوا نفتكر بقى سوا. ايوه فاكرين المحاضره اللي فاتت قلنا في الالاوبل بتاعي بتاع شايفينها ظاهره قدامكم في الريل بالذات هو ما بيدينيش القيمه اللي بقارن بيها، بس هو بيديني يا اما السبيد يا اما السرعه بتاعه القطر اللي هيمشي يا اما الريل ديجري بتاعي. انا مديني 120 يعني الاف بتاعتي اكبر من ال100، يعني الاف الاوبل بتاعه الريل بكام؟ ب 1500 كيلوغرام على السنتيمتر المربع. الجزء ده ما بيبقاش مسائل. يعني انا لو جيت اديتك مساله السرعه بتاعتك 80 وسكت، ما ينفعش تقول لي فين الاف اللي انا هقارن بيها، لان دايركت ان السرعه 80 معناها ان انا في ريل ديجري 2، يعني الاف بتاعتي ب 1750. ماشي يا باشمهندسين؟ نخلي بالنا كويس قوي من الجزء ده، لان دي اول حاجه بتلاقيك رفعت ايدك في الامتحان تقولي هي فين اللي انا هقارن بيها. حضرتك بتقولي ان انا اعمل ديزاين وانا مش لاقي الاف اللي انا هقارن بيها. تمام؟ انا مش مطالبه ان انا اديك الاف بتاعت الريل. ليه؟ ان الاف الالاوبل بتاعت الريل بتيجي من خلال الريل ديجري بتاعك او من خلال السرعه اللي موجوده عندي. وانا هنا مديني السرعه 120 وانا جنبيها على طول كتبت لك، يعني عملت لك خط كده ان بسبب السرعه دي الاف ريل بتاعتي هتبقى 1500 كيلوغرام على سنتيمتر المربع. في حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ انا كل ده بقرا المساله وبحاول اطلع الداتا اللي انا هشتغل عليها. ماشي يا باشمهندسين؟ ايه بقى هو عايز ايه؟ هو عايز الماكسيمم ستريس اللي بيأفكت على الريلوي تريك. ما دام قال لي عايز اللي بيأفكت على الريلوي تريك وسكت، كلمه ريلوي تريك ترجمتها اربع حاجات، سواء كتبها لك يعني قال لك الريل والسليبر والبالاست والسب جريد، او قال لك الريلوي تريك وسكت، يبقى انت مطالب بالاربعه ايتم. الا لو جيت قلت لك احسب لي الماكسيمم ستريس اللي بيأفكت على الريل وسكت، يبقى ساعتها انت مطالب بالجزء بتاع الريل بس. احسب لي الستريس اللي بيأفكت على البالاست، يبقى انت مطالب بالجزء بتاع البالاست بس. ماشي يا باشمهندسين؟ اوكي.
مديني نوت هنا بيقول لي الالاوبل ستريس بتاع السليبر كذا، والبالاست بتاعي از فيري جود. يعني ايه البالاست بقى از فيري جود؟ يعني الزاويه 45 اهي، شايفاني كاتبه لك الزاويه تحتيها ظاهره باينه. طب لو كنت قلت لك ان البالاست بتاعك از باد بالاست تبقى الزاويه 33. ممتازه. والاتش بي بتاعتي 35 سنتي، هو مديني الاتش بي جاهزه جاهزه 100 100. اوكي، بس احنا اتفقنا ان حتى لو هو الدهاني جاهزه انا محتاجه اعمل ايه؟ اتشيك على الاتش بي مينيمم. اجيب الاتش بي مينيمم واشوف قيمتها بكام. والله الاتش اللي هو مدهاني اكبر منها خير وبركه، هشتغل على اللي هو مدهاني. لو اللي هو مدهاني اقل من الاتش بي مينيمم ساعتها لازم لازم اشتغل على الاتش بي مينيمم. وقال لي ان الكراشنج سترانس بتاعه 5 والبيرنج كاباسيتي 1.2. حاضر، اداني كل الداتا اللي انا هقارن بيها. تمام، وبعدين طلب مني طلب تاني اللايف تايم بتاع الريل اللي فوق. ماشي، نعمل ديزاين وبعد كده نشوف حوار اللايف تايم ده ايه. قال لي اول حاجه بقى القوانين بتاعتي اهي، انت عايزه الريل تجيبي ام وتقارنيها بالاف، السليبر تجيبي له الام وتجيبي الاف وتقارنيها بالاف، البالاس تجيب البي وتقارنيها بالاف بتاعته، سب جريد نفس الكلام. طيب تعالوا نحل المساله. اول حاجه انا بدور عليها ان انا عايز اشوف كل الفاكتورز اللي هتاثر عندي قيمهم عامله ازاي، واركز كويس قوي في اليونت بتاعتي وتظبيطه اليونت بتاعتي تبقى عامله ازاي. قيمة البيتا اللي عندي، ليه أنا بدأت أول حاجة بالبيتا؟ عشان البيتا بتاعتي ليها أربع قيم، الأربع قيم دول مختلفين على كل آيتم من الآيتم اللي عندنا. الأربع قيم دولت معتمدين على قيمة السي، والسي دي بتختلف لكل آيتم من الآيتمز اللي عندي، والبيتا برضو بتعتمد على قيمة الاس، والاس 120 هو مدهين. يبقى أنا هجيب أربع قيم للبيتا بتاعتي، بيتا ريل سلابر بالاست سب جريد. نخلي بالنا من حاجه مهمه بقى، ان انا مش كاتبه بيتا بتساوي كذا وسكت، انا كاتبه لك بيتا ريل بيتا سلابر. حضرتك ما ينفعش تقول لي بيتا واحد او بيتا اتنين او بيتا بتساوي كذا بيتا بتساوي كذا بيتا بتساوي كذا، لازم طريقه كتابتك في المساله تبقى مظبوطه علشان تاخد الدرجه كامله. بعد اذنكم الستبس دي كلها عليها درجات. نرجع تاني نقول حاجة مهمة جدا جدا، حتى لو القانون جيفن، يعني قانون البيتا ده جيفن موجود عندك وانت ما عندكش وقت انك تعيد القانون في الامتحان، على الاقل التعويضة تبان لي، لان التعويض عليها درجة. ما ينفعش تيجي تقول لي ان البيتا ريل بتساوي كذا، يعني ما ينفعش تعوض على الكالكوليتر وتطلع لي رقم، لازم تكتب لي التعويضة يا باشمهندسين في الامتحان، لازم تكتب لي التعويضة في الامتحان. ما بقولكش كررها اربع مرات، انت لو كتبتها زي ما انا عاملاها كده هتاخد درجه كل ايتم منهم كامله. بس ما ينفعش تاني، لان دي الحاجات اللي انا لاحظتها في الميد ترم، ان الناس القوانين الجيفن بتاعه الجزء بتاع الديناميكيه كاتبين لي مثلا ابسط حاجه، ابسط حاجه ال بي بيساوي رقم، تي بي بيساوي رقم. طب ان كيس الرقم ده غلط انا هديك درجه على ايه؟ لازم تقول لي على الاقل ان ال ال بي بتساوي كذا في الاس ماينس الاس على الاف بي داش افريج بقيمتها. يعني مش لازم خلاص فكره ان القانون جيفن مش عايز تكتبه تاني تسهيلا للوقت والامتحان بيبقى طويل، اوكي، بس التعويضه في القانون عليها درجه، محدش يضيع الدرجات منه. شايفاكم بتشتكوا من درجات الميد ترم، على فكره هو كله بسبب الكلام ده، ان انت ضيعت منك درجات كتيره ملهاش لازمه. يبقى تاني هنقول ان البيتا بتاعتي بتساوي اربع قيم، القيم دي معتمده على قيمه السي، وده الاربع قيم بتاعتها. قيمه الالفا القانون بتاعها هو،
هو قايل لي ان الاكس واحد والاكس اتنين اكبر من 280 سنتي، وبالتالي انا هاخدهم ب 280 سنتي. كلكم شايفين الكلمتين اللي انا كتباهم دول؟ هما دول اللي عليهم الدرجة. يعني ما ينفعش تيجي تقولي على طول الفا اللي هي بالخط الاحمر ده الفا بتساوي 0.29. لا، حتى لو القانون جيفن لازم اشوفك كاتب لي انك فاهم ان الاكس واحد والاكس اتنين اكبر من 280، وبالتالي حضرتك هتاخدها بكام؟ ب 280. الالفا والبيتا، يعني الالفا مكمله معانا في كل الديزاين، سوري البيتا مكمله معانا في كل الديزاين، والالفا هستخدمها في الريل. في اول ديزاين هعمله الديزاين بتاع الريل، اما بتساوي الفا في بيتا ريل في بي دبليو في ال اس. اخد بالنا تاني ان انا لما جيت كتبت جنبيها ريل، الالفا بكذا، البيتا ب 1.39، البي دبليو انا مفصصها لك كاتبه لك ان هو مديني الاكسيال لود، وبالتالي انا هقسمه على 2، 22 على 2 11 طن، وانا هنا الفاكتور على السنتي متر المربع اللي هي قيمه الاف الاوبل، وبالتالي انا حولت البي لكيلو جرام فضربت في ال. ال اس اللي هي المسافه بتاعه السبيسنج بتاع السليبر ب 65 سنتي، وبالتالي طلع لي الرقم اللي قدامنا ده. في حد عنده مشكله في التعويضه؟ في حد مش فاهم اي فاكتور في التعويض في الـ في الـ في القانون بيجي ازاي؟ ال ال عندي، البي عندي، البيتا انا جبتها، الالفا انا جبتها. ما هو انا ما بقارنش بالام، انا بقارن بقيمه الاف. في واحده ضايقه وقع سوري. تمام، انا هنا ظهرت الشاشه قدامكم، الشاشه ظاهره قدامكم. ايوه صح. انا هنا بعد ما جبت الام بتاعه الريل انا عايزه اقارنها مع الاف بتاعه الريل. قال لي عشان تعملي لي تشيك هتقولي طب الام انت لسه جايباها، الزد دي هجيبها منين؟ انا كاتبه لك حتى التفصيله جنبيها، كاتبه لك ان احنا هنجيبها من التيبل. التيبل ده فيه رقم، طب الرقم ده جالي منين؟ رحت بصيت في التيبل على نوع الريل من بدايه المساله. في حد يفكرني؟ ب 54. روح بقى جري كده افتح الجدول بتاع الكاركترستيك بتاعه الريل، اتاكد ان الزد بالرقم اللي انا كاتباه ده مظبوط ب 285. اوكي، يبقى خدت الام اللي انت لسه حاسبها على الزد اللي احنا جايبينها طلعت بالرقم دوت. الرقم ده هنقارنه مع الاف الاوبل. الاف الاوبل انا جبتها منين؟ جبتها من ان السرعه ب 120، يعني السرعه بتاعتك اكبر من 100، يعني انا في ريل ديجري 1، يعني الاف الاوبل بتاعتك ب 1500. يبقى الرقم بتاعي اقل من الاوبل، يبقى الديزاين بتاعي ماله سيف. نخش على الايتم اللي بعديه. الايتم اللي بعديه اللي هو بتاع السليبر. القانون بتاع السليبر قدامي اهو. حد بقى كده يشتغل معايا بعد اذنكم عشان اسمعكم كده بقى ونصحى بعد اذنكم. الام بتساوي بيتا بتاعت السلابر لسه حاسبينها في البي زد. انا هجيب البي زد دي منين؟ هجيبها نسبه، هو مديها 59%. ايوه تمام، يبقى انا خدت 0.59 ضربتها في البي ويل اللي هي ب 11 مش ب 22، طلعت لي برقم. الرقم ده ضربته في 1000 عشان احوله لكيلو جرام. فيها مشكله؟ لا لا معلش بس يا دكتور، هو 59 دي هي الايه؟ معلش
نرجع كده للمسألة. بص كده في المسألة ايه اللي ايه البي زد بتيكوال 59 من 100 البي دبليو. تمام تمام. عرفت جت منين؟ تمام. مضروبة في ال L minus G minus WR1 minus WR3. اللي كان بيتكلم يقول لي ال L دي هجيبها منين؟ من given intensity. اه من given. بس ايه هي يعني؟ المسافة ما بين ال ال سليبر. مش مسافة, هي طول ال سليبر 260. فين بقى ال 260 دي؟ تعالوا نرجع كده. B البي على طول اكبر من التي, بي اكبر من التي في ال ال ب 260, يبقى طول السلابر هنا ال ال ب 260. طب الجي دي بقى فين؟ فين بقى الجي دي؟ الجي دي اللي هي 1485. ايوه مين بقى ايه بقى ايه الجي دي؟ قول لي المسافه ما بين حافتين الطولين. اكسلنت. اسمك ايه؟ ابراهيم. ايه؟ ابراهيم. ابراهيم تاني, ما انت خدت بونص مره, هي زيطه بقى. ماشي, يبقى المسافه ما بين ايه قلت لي؟ ما بين الحافه بتاعه الريل. حلو قوي. طب حد يقدر يقول لي لو انا ما قلتلكش ان هو ستاندر, انا عندي نوع تاني متريك. المتريك. اوكي اسكت بقى شويه يا ابراهيم, حد تاني غير ابراهيم بقى. طيب لو انا في المتريك سيستم مفروض ان الجي تبقى بكام؟ الف 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 ملي. جميل, ممتازين ممتازين. ماينس دبليو ار 1 ماينس دبليو ار 3. الدبليو هات دي هجيبها منين؟ من الجدول. ايوه الجدول اللي هو بتاع ايه؟ بتاع نوع القطر اللي هو النوع القضيب. لا 54 بتاع نوع الريل. بتاع نوع الريل. تمام, فانا جبت ال WR1 وال WR3 من التابل بناء على ان الريل بتاعي 54. حليت المعادلة دي كلها طلعت لي بالرقم ده. ناخد بالنا ان احنا بنعمل ديزاين للسليبر, يعني الزد بتاعت السليبر هنا مختلفة عن الزد بتاعت الريل. الزد بتاعت الريل بتيجي من الجدول, الزد بتاعت السليبر بي في تي تربيع على الستة. البي في تي تربيع على الستة طلعت لي بالرقم ده. ده على ده هيساوي 79. 79 دي هقارنها بايه؟ بالاف الاوبل بتاعت الايه؟ بتاعت ايه؟ بتاعت السليبر. هو قايلها لي في المساله ان ذا الاوبل سليبر ستريس 80 كيلوغرام على سنتيمتر المربع. تمام حضرتك, هي اقل منها, وبالتالي الديزاين بتاع السليبر بتاعي ماله؟ ماله؟ سيف. في حد عنده اي مشكله في التعويضه؟ في حد عنده اي مشكله في القوانين؟ تمام, نخش على الايتم اللي بعديه اللي هو بتاع البالست. حد بقى كده يقول لي الفاكتورز اللي جوه القانون بتاع البالست دي فيها اي مشكله؟ لا تمام. طب حد يحلها معايا. البيتا بالست لسه جايبينها في اول خطوه. البي زد نسبة من البي دبليو وخلاص عملناها. البيتا سوري البي بتاعت تمام 26. ال طول سليبر. الجي لسه قايلينها, والدبليو بتاعت الريل. كل الأرقام اللي هنا احنا كتبناها قبل كده كلها, وبالتالي الرقم هيطلع بالشكل ده. هنقارنه هنقارنه بالكراشنج سترينس. هو مديني في المسألة ان هو 5, وبالتالي هي سيف. طيب لو انا جبت الرقم ده وطلع بسبعه, سبعه دي يعني اكبر من الالاوبل سترينث اللي هو مدهوني, هسيبها له واقف؟ لازم ادي له كومنت. ما بقولكش عيد المساله, بس لازم ايه ادي له كومنت. لو كانت اكبر يبقى ان ايه نغير نوع الزلط. لو كانت اكبر نغير نوع الزلط. تكتب لي بس كده. لو ما كتبتليش كده, لو هي طلعت اكبر من الـ من الـ من الالاوبل, في درجات طارت منك على الفاضي, لان كلمه سيف دي عليها درجه.
ان الديزاين بتاعك ده كده سليم، دي عليها درجه. طب لو الديزاين بتاعك طلع اكبر من الالاوبل، ساعتها لازم تديني كومنت. انت مهندس، مهندس يعني ما ينفعش رقم ان لوجيك تسيبه كده. لا انا لازم ما دام حسيت ان الرقم ده فيه حاجه غلط، ان انا اقول لك الغلط ده هيتصلح ازاي. ما بقولكش صلحه، ما بقولكش عيد المساله، بس على الاقل تكتب لي ان هو الرقم بتاعك اكبر من المسموح، وبالتالي اغير نوع الزلط. تمام. في الجزء بتاع البالست هنا انا مفروض اجيب ايه؟ ال اتش بي مينيمم. تمام، انا ما جبتهاش وسبتها لك عشان انت تجيبها. في البالست لازم اتشيك على ال اتش بي مينيمم، طلبها او ما طلبهاش، ادهاني او ما ادهانيش، لازم اتشيك على ال اتش بي مينيمم. ال اتش بي مينيمم هنا لما تيجي تحسبها، انا محتاجه دلوقتي حالا حد يكون قاعد معايا قدامه آلة حاسبة يقول لي الرقم بتاعها كام. يلا، قانون بتاعها مفروض عندك، عايزين تشوفوا القانون نجيبه لكم تاني. عايز حد يطلع لي حالا قيمة الـ HB minimum. 117. 117؟ 100؟ نار السوح. ايه 117 دي؟ ازاي يعني 117؟ 19 ونص يا دكتور. جميل، اسمك ايه؟ محمد عثمان. استنى يا محمد لما اكتب اسمك كده. محمد، محمد عثمان عبد العظيم. ممتاز يا محمد. محمد عثمان عبد العظيم، جميل جدا. يعني ال HP minimum ب 19 وال HP اللي هو مدهاني ب 35، يعني اكبر من المينيمم. يعني انا اي حاجة هشتغل عليها بعد كده هاخد اللي هو ايه، اللي هو ايه الجبنة مدهاني في المسألة. ما احنا جبنا ال HP minimum ليه يا باشمهندسين؟ علشان نتشك على اللي هو مدهاني في المسألة. اللي هو مدهاني في المسألة ب 35، يعني اكبر من المينيمم، يبقى هي دي اللي انا هشتغل ايه عليها. تمام. اخر حاجه عندي عشان اعمل لها ديزاين اللي هو الجزء بتاع السب جريد، القانون بتاع السب جريد قدامنا. لو بصينا فيه هنلاقي كل الايتيمز اللي فيها عندنا، كل الفاكتورز موجوده، البيتا، البي زد، ال ال والجي والدبليو ار 1 لسه جايبينها فوق حالا اهي، اهي حالا. البي ال اتش بي هنا 35 اللي هي الجيفن، 35 اللي هي الجيفن. الاوميجا ب 45، لان كان في باش مهندسه في الاول خالص لما قلت لها يعني ايه كلمه البالاست از فيري جود، قالت لي يعني الزاويه بتاعته 45 درجه. اجي اشوف القانون هنا بكام، الاقيه ب 0.5 اقل من البيرنج كاباسيتي اللي هو مدهاني، يبقى الديزاين بتاعي سيف. طب انا دلوقتي لو كانت البي 3 زيت اكبر من البيرنج كاباسيتي، كنت ساعتها هسيبها له كده؟ لا، لو كانت اكبر حاجة اقول له كده ان احنا نزود ارتفاع الزلط بتاعنا. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى انا كده عملت ديزاين للاربع ايتمز اللي موجودين عندي بناء على الداتا اللي هو مدهاني. بس هو في المسألة جه طلب مني عايز التي، عايز التي بتاعت الريل، ومديني قانون للدلتا. الدلتا دي اللي هي معدل التآكل السنوي اللي هيحصل عندي. طب ما انا اصلا عشان اجيب التي بتاعت الريل محتاجة اجيب ايه؟ محتاجة اجيب قيمة معدل التآكل اللي هيحصل عندي اللي هو دلتا اتش ار. خدناها المرة اللي فاتت في الشرح بتاع المرة اللي فاتت، وقلنا لو انا عندي هنا الجزء بتاع الريل حصل فيه تآكل على مر الزمن نتيجة الاحتكاك بين العجلة والقضيب، ففي قيمة للدلتا اتش ار دي هتبقى متاكلة. فقلنا عشان اجيب قيمة التي هجيب حاجة اسمها زد واحد بتساوي زد ماينس دلتا اتش ار 1. القانون بتاعنا ده كله في قيمة للدلتا اتش ار اللي انت عايزاها. طيب لو انا جيت شفت بقى في المسألة، طبقت الكلام ده على المسألة، ان الزد بتاعي زد 1
اللي هي الام بتاعت الريل على الاف الاوبل اهي. الزد بس اللي احنا جايبينها من التابل. الدلتا اتش ار دي حاجه انون. دبليو داش ده وزن المتر الطولي جبناه من الجدول بناء على نوع الريل. الاتش ار طول القضيب بناء على نوع الريل ناقص الدلتا اتش ار. يبقى هنا المعادله الكبيره دي كلها الانون الوحيد اللي فيها ايه؟ دلتا اتش ار، معدل التآكل اللي انت عايزاه. معدل التآكل هيطلع لي بالرقم ده. ناخد بالنا ان دي هتبقى معادله من الدرجه الثانيه، يعني في قيمه هترفيوز والقيمه الثانيه هي اللي هتبقى عندي. اللايف تايم بتاعي عباره عن معدل التآكل اللي هيحصل على معدل التآكل السنوي. قيمه الدلتا هو مدهاني في القانون، مديني قانون ليها. ممكن انا اجي على طول اقول لك ان معدل التآكل السنوي بكذا، مش لازم ان انا ادهولك كمعادله. يبقى يا اما ادهولك كمعادله يا اما ادهولك رقم على طول. يبقى قيمه التي اللي هو التايم اللي انت عايزاه، عايزه تشوفي القضيب بتاعك ده هيقعد كام سنه شغال، قيمه معدل التآكل اللي هيحصل على قيمه معدل التآكل السنوي. برضو دي هتبقى معادله من الدرجه الثانيه. في رقم هيبقى بالماينس او في 10 اس كذا، والرقم الثاني هو اللي هي اكسبتد. يبقى التي بتاعتي تقريبا هتطلع لي ب 30 سنه. في حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ في حد عنده اي مشكله ازاي احل مساله او ازاي اظبط القوانين بتاعتي بطريقه سلسه وبسيطه؟ انا بيتهيالي ان شفتك للمساله هتلاقي كل الارقام موجوده عندك. في حد حس هي مساله طويله شويه، بس كل الارقام يا اما موجوده في الجدول، يا اما رقم هو مدهوني اقارن بيه، يا اما يا اما يا اما، يعني كل الداتا اللي عندك هتبقى قدام عينيك. بس الفكره ان انت تعرف تترجم المساله صح وتطلع كل الجيفنز اللي عندك بطريقه سليمه. تمام يا باشمهندسين؟ صور قبل ما اخش على الجزء الجديد بتاعنا. هاي باشمهندسين. تمام يا دكتور. اوكي. دلوقتي احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الجزء ان احنا ازاي نحل مسألة، والمسألة دي يبقى فيها الداتا كلها المطلوبة بتاعتك. بس غير الداتا دي، يعني اللي احنا عملناه النهاردة ده الجزء بتاع ان انا ازاي اشوف احل مسألة مش طالب فيها كوست. طب دلوقتي لو انا المسألة بتاعتي طولت شويتين ثلاثة اكتشفت ان هو محتاج فيها الكوست بقى. طب ما الكوست دي يعني هي المسألة ما بتقفش على كده. انت هنا عملت ديزاين، هو ممكن يطلب منك ديزاين، ممكن يطلب منك احسب لي بقى تكلفة الديزاين اللي انت عملته. فهضطر ان انا بعد كل ايتم اقول الكوست بتاع الريل بكذا، الكوست بتاع السلابر بكذا. احنا خدنا الكوست المرة اللي فاتت لغاية الجزء بتاع السب جريد ووقفنا. قلتلكم ان شاء الله هنكمله المحاضره الجايه. محتاجه منكم تركيز قوي جدا عشان نعرف الفرق ما بين الكروس سكشنز المختلفه، وازاي هنحلهم وازاي هنرسمهم. رسمتهم دي بالنسبه لي اهم بكتير قوي 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 من ان انت تحل مساله. مجرد ما انت عرفت ترسمهم مساله تتحل في سطر. فنقول بقى السب جريد بتاعي اللي هو التربه بتاعتي، لما اجي امشي خط سكه حديد، خط سكه الحديد ده ماشي علشان يبقى غصب عني، علشان الارض بتاعتي مش ممهده، الارض بتاعتي عباره عن شكل زجزاج بالظبط. فانا بمشي خط سكه حديد، خط سكه الحديد ده يعني هلاقي جزء من الارض عايز يتشال من فوقيه. اجي امشي الخط بتاعي الاقي ان في جزء تحتيه فاضي، فمحتاج ان هو يتردم عشان الخط بتاعي يمشي بطريقة سليمة. وبالتالي فكرة ان انا اشيل جزء من التربة او احط تربة، دي معناها ان انا بغير في الكروس سكشن بتاع الطريق بتاعي. الكروس سكشنز عندي اللي هي القطاعات بتاعة الشغل بتاعتي بتتقسم لنوعين، نوع بيبقى فيل سكشن
ونوع بيبقى cut section. لو الجراوند ليفل اقل من التراك ليفل، التراك ليفل اللي هو خط السكه الحديد بتاعي، يبقى السكشن بتاعي فيل. لو الجراوند ليفل بتاعك اكبر من التراك ليفل، يعني انا هعمل كات للسكشن بتاعي، يبقى هيبقى كات سكشن. يبقى نبقى عارفين الفرق ما بين الفيل ونبقى عارفين الفرق ما بين الكات. الجراوند ليفل اقل من التراك ليفل ولا الجراوند ليفل اكبر من التراك ليفل؟ الجراوند ليفل ده الليفل بتاع الارض الطبيعيه، التراك ليفل ده خط السكه الحديد بتاعي، الليفل بتاع خط السكه الحديد بتاعي. طيب ايه الفرق ما بين الفيل والكت؟ الجزء بتاع الفيل ده عباره عن ان انا عندي حته جزء من الارض، الجزء ده فاضي محتاجه ان انا اجيب تربه احطها فيه عشان يتساوى بسوى الارض الطبيعيه. هو انا ما بحطش النوع التربه اللي انت جايباها دي واسكت. ده كلمه فيل معناها دمك، معناها ان انا لازم اعمل كومباكتد للايه للي هيحصل، اعمل دمك عشان اوصل ان انا يبقى عندي الجراوند ليفل والتراك ليفل ايه حاجه واحده. يبقى كلمه فيل سكشن يعني بيحتاج كومباكتد. لازم بيحصل فين الفيل سكشن دوت؟ هو بيقول لي ان هو بيحصل عند البوتم او البيز بتاعه البريدجز علشان يساوي المناسيب ببعضها، وعشان يسهل الحركه بتاعه الدرينج معايا ويمنع الساتوريشن والكلام ده كله. انا اللي يفرق معايا ان انت تبقى عارف ان كلمه فيل يعني هيحصل كومباكتد، يعني هجيب تربه احطها وادمجها عشان ايه الليفلز تبقى متساويه. هعمله ازاي بقى الفيل سكشن؟ هعمله بالشكل ده. ركز معايا بقى بعد اذنك خطوه بخطوه. الرسمه دي ما فيش امتحان ما بجيش اقول لك هات لي ارسم لي فيل سكشن او كات سكشن. ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، احنا خدنا لغايه الجزء اللي فوق ده بس المره اللي فاتت، يعني رسمنا الترابيزويد اللي فوق دوت بتاع البالاس، ما جبناش سيره الجزء اللي تحت ده. تعالوا مع بعض بس نفصص الاجزاء دي كلها ونشوف كل ايتم من دولت عامل ازاي. مبدئيا هو قايل لي ان هو سنجل تراك. قايل لي ان هو سنجل تراك. يعني ايه سنجل تراك؟ يعني ما عنديش قيمه للاي سمول. سنجل تراك يعني انا عندي ريل اهو والريل الثاني اهو، في قيمه للاي ما بينهم، بعد الاي في متر، وبعد كده في الاتش بي زائد تي. الجزء ما بين الاتش بي زائد تي ده والواحد والاي والواحد ونفس الكلام من الناحيه الثانيه، كل الجزء ده احنا خدناه المره اللي فاتت. يعني احنا وقفنا عند الجزء ده كله المره اللي فاتت، المره اللي فاتت واحنا بنشتغل اشتغلنا هنا اهو. اشتغلنا على الجزء ده لغايه ال اتش بي زائد التي. قال لي الجزء بتاع البالاس انت عملتي له ديزاين، وعارفه ان هو بنهتم بقيمه الاتش بي، والاتش بي دي زي ما قلت لك عشان اتسيف الشغل بتاعي بعد كده لازم اتشيك عليها بالاتش بي مينيمم. لو جينا نشوف الايتمز بتاعتي هنلاقي ان انا عندي اللي فوق دولت الريل واقفين على سليبر الثيكنس بتاعها تي، وبعدين في الاتش بي، وبعدين عندي الاتش بتاعه السب جريد. بقى احنا السكشن بتاعنا فيل، وبالتالي هسميها اتش اف، ما ينفعش اسيبها اتش بس علشان تفرق ما بين الاتش بي والاتش اف. واحد لزد دي قيمه الميل بتاع الميل بتاعه السويل بتاعتي. لو خدنا بالنا في المساله اللي احنا كنا بنحلها قبل ما نخش في الجزء ده، كان قايل لي ان السويل بتاعتك كلي سويل، معنى ذلك ان قيمه الزد هتبقى معرفه عندك على حسب نوع التربه اللي انت شغال عليها. طيب احنا لغايه الاتش بي زائد التي دي كنا خدناها المره اللي فاتت، في قيمتين هنا زادوا عندنا 0.75، وعندي قيمه للزد في اتش اف. ادي الميل بتاعتك بتاعك واحد للزد وقيمه الارتفاع اتش اف، فرق المنسوب في الميل، حاطين هنا الزد في الاتش اف بتاعتي عشان اجيب المسافه الافقيه. المسافه الراسيه بتاعتي هي قيمه الجزء اللي هيتعمل له فيل عندي 0.75. بقى دي مهمه جدا جدا، دي ايه بقى؟ دي المسافه بتاعه البرم اللي هيحصل عندي.
0.75 دي مهم جدا انك تبقى عارف انه ارتفاع ال HF بتاعك ده زاد عن 7.5، هضطر ان انا اعمل برم تاني وامشي ال H بتاعتي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا لو انا جيت هنا قلت لك انت عندك السكشن بتاعك عامل كده، وجيت لقيت ان المسافه دي اكبر من 7.5، مش هينفع اوقف. يعني ما ينفعش ال HF بتاعتك دي 9، لا انا ساعتها هضطر ان انا اعمل برم تاني، والبرم ده طوله 0.75، وبعد كده انزل المسافه بتاعتي، ساعتها احط هنا قيمه اللي اكبر من 7.5. يعني تاني، لو انا المسافه من هنا لهنا، المسافه دي كلها 10، ال HF بتاعتي 10، ما اقدرش اعمل برم. البرم بتاعي اهو تمام، الجزء بتاع الريل بتاعي اهو، انا عملت من هنا 7.5 ونزلت ال HF بتاعتي، لقيت ان ال HF بتاعتي اكبر من 7.5، اكبر من 7.5، وبالتالي هعمل البرم الاولاني اهو، هينزل على مسافه 7.5، هيتفضل كام من ال HF؟ هيتفضل كام يا باشمهندسين؟ HF من 7.5 كام يعني؟ 2.5. يبقى الجزء البسيط اللي تحت ده هيبقى قيمه الارتفاع فيه 2.5، بس ما ينفعش امشي ال 10 كلهم مره واحده. يبقى انا هنا مجرد ما ال H بتاعتي سواء قط او فيل زادت عن 7.5، يبقى انا هعمل هنا برم، اول برم 0.75، وهنزل مسافه 7.5، وبعد كده اروح واخده عامله برم تاني، ينزل باقي 7.5 اللي موجودين عندي. يعني الارتفاع بتاعك هيتقسم حتتين مش حته واحده زي المساله بتاعتنا هنا. هنا انا عملت برم على 0.75 ونزلت قيمه ال HF بتاعتي. لو قيمه ال HF بتاعتي دي زادت عن 7.5، هضطر ان انا اعمل برم تاني هنا، اشد 0.75 وانزل قيمه الارتفاع اللي عندي. ماشي يا باشمهندسين؟ طب لو زادت، لو انا ال HF بتاعتي 20، اعمل ايه؟ يبقى اقسمها 7.5 وبعد كده 7.5 وبعد كده 5. ايوه، اعمل يعني هضطر ان انا اعمل ايه بقى؟ كام برم؟ تمام، حلو قوي. هو بس ده اللي انا عايزه اوصله، ان انا لو زادت هيبقى في برم تاني وهنزل. هنا بقى ساعتها هتبقى دي القيمه بتاعتي 7.5 و7.5، ادي 15. هيتفضل عندي اتشايه كمان هنا بكام؟ ب5. يبقى انا عمايل البرم بتاعي الاتش بتاعتي الماكسيمم للبرم الواحد الاتش كام؟ 7.5. والله زادت، هضطر ان انا اعمل برم تاني وانزل قيمه الايه؟ باقي الارتفاع. زادت عن 7.5، هعمل برم تالت وانزل قيمه الارتفاع. ما ينفعش اعمل برم اكتر يستحمل لي ارتفاع، تمام، خصوصا ان هو هيبقى فيه جوانب سند وحاجات كبيره جدا تخلي التربه بتاعتي تتهيل تقع على ماكسيمم ارتفاع 7.5. زادت هزود البرمات، ما زادتش خير وبركه وعملت برم واحد. تمام يا باشمهندسين؟ في حد عنده اي بس يعني مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا يفرق معايا دلوقتي ان انا لما اطلب منك ترسم لي كروس سكشن للتراك كامل،
كروس سكشن التراك الكامل بيظهر فيه الريل بتاعتي، المسافة ما بين الريل، بيظهر فيه السليبر بتاعتي، بيظهر فيه طبقة البالاست، بيظهر فيه طبقة السب جريد. والله السكشن بتاعك فيل، يبقى أنا ساعتها هقدر أقولك إن الجراوند ليفل بتاعي أقل من التراك ليفل، الجراوند ليفل بتاعي أقل من التراك ليفل، وبالتالي هجيب تربة وادمجها. ارتفاع التربة ده بتاعك ما يزيدش عن 7.5، لو زاد هزود برم إضافي بمسافة 0.75. القيمة الأخيرة الأفقية دي قيمة الزد ميل التربة، تمام، في الـ HF بتاع التربة. قيمة الزد بتاعت التربة دي هتتحدد منين؟ على حسب نوع التربة، وأنا عندي 3 أنواع من التربة اللي عندي. ماشي يا باشمهندسين؟ طب دلوقتي هو حضرتك عايز تعملي إيه؟ أنا كنت عايزة أجيب التكلفة بتاعت التربة اللي عندي. طب تكلفة التربة دي محتاجة الفوليوم بتاع التربة. طب الفوليوم بتاع التربة بتاعك، يعني عايزة أجيب الأريا بتاعت اللي عندك وتضربيها في 1000 متر، فخلاص جبتي الفوليوم. جبتي الفوليوم حطيتيه في القانون، خلصنا. طب أجيب إزاي الأريا بقى هنا؟ ركز معايا كده يا باشمهندس. رايت أوف واي معناها حدود نزع الملكية. يعني إيه؟ يعني الخط بتاعي من بداية الشغل لنهايته هتبقى قيمته قد إيه؟ رايت أوف واي معناها حدود نزع الملكية، المسافة من أول الشغل لغاية آخره. يعني من الآخر أنا عندي طريق، حاجة أقول لك يمين وشمال الطريق مسافة كذا ومسافة كذا، محدش يجي جنبيها، ده الحرم بتاع الريل بتاعي، محدش هيجي جنبه، محدش يقدر ولا تتبني لي عليه حاجة ولا تمشي لي عليه أي حاجة إلا خط القطر بتاعك. يبقى رايت أوف واي معناها حدود نزع الملكية بتاعت التراك بتاعي. حدود نزع الملكية معناها ان انا بشوف بداية ونهاية الشغل بتاعي اللي انا محتاجاه قد ايه، يعني المسافات الافقية اللي موجودة عندي كلها. لو جينا شفنا بصينا هنلاقي ان الخط بتاع ان الشكل بتاعي سيمتريك. عبارة عن ايه بقى الرايت اوف واي؟ اللي هي المسافة الافقية الكبيرة دي، عبارة عن الاريا 2 من ال1، 2 من ال HB زائد T، 2 من البرم اللي عندي، 2 من الزد زائد H. هو هنا بس نقص تمام يا باشمهندسين. يبقى رايت اوف واي حدود نزع الملكية بتاعتي المسافة الأفقية كلها عبارة عن الإسقاطات الأفقية اللي موجودة عندي دي كلها، زد في اتش اف 0.75، اتش بي زائد تي 1 مضروبين في 2 بلس الاي كابيتال. جبت رايت اوف واي اقدر اجيب الاريا بتاعتي. والله عايز تقسمها تجيب الاريا بتاعت الترابيزويدال اللي فوق والاريا بتاعت الترابيزويدال اللي تحت، اوكي ما عنديش مشكله. عايز تشوف الاريا بتاعت الاريا بتاعت الفيل اللي هيحصل عندي، عايز تجيب قيمه الترابيزويدال ده كله، الجزء اللي تحت ده قاعده صغيره وقاعده كبيره وهكذا، ماشي. عايز تجيب ان هو كمربع، الجزء اللي تحت ده كله مربع وتطرح منه مثلثين في الاخر، برضو براحتك. انا عاملاها كده، انا جايبه لك، انا عايزه الاريا بتاعه الفيل، عايزه الاريا بتاعه الجزء اللي تحت ده كله، انا عاملاه اكن ده مربع مستطيل، سوري مستطيل مقفول الرايت اوف واي في الاتش، وطرحت منه المثلث اللي على الجنب ده والمثلث اللي على الجنب ده. لو انت مش متخيلها بص، انا اعتبرت ان ده كده مقفول، واعتبرت ان ده كده مقفول، وجيت قلت لك ان الاريا بتاعت الفيل، الاريا بتاعت السويل اللي هتبقى عندي هنا عباره عن المستطيل اللي موجود ده كله، الجزء اللي تحت ده كله، المستطيل ده كله، وطرحت منه قيمه المثلث ده، قيمه المثلث ده وقيمه المثلث ده. عايز تعملها كده اوكي، عايز تعملها على اساس ان هو ترابيزويدال، سوري ترابيزويدال، تاخد القاعده الصغيره والقاعده الكبيره في الارتفاع، هي ماشي يا باشمهندسين. يبقى انا تاني عشان اجيب الاريا بتاعه الفيل بتاعتي خدت الرايت اوف واي المسافه الكبيره بتاعتي، ضربتها في الارتفاع، اعتبرته على كانه مستطيل، وطرحت منه المثلثين اللي في الجنب دول. عايز تعملها تاني كان هي الاريا بتاعه الترابيزويدال، ماشي، ما هي ما فيهاش مشكله.
اللي يفرق معايا قيمة الـ HF هتديني برم واحد ولا هضطر ان انا ازود برم كمان. مجرد ما جبت الاريا بتاعت الفيل هضربها في 1000 طلعت الفوليوم. ارجع بقى في القانون بتاع المحاضرة اللي فاتت بتاع الفوليوم بتاع السويل وادخله فيها واطلع الكوست بتاعت الفيل اللي عندي. تمام؟ ده لو كان ايه؟ ده لو كان سينجل تريك. عايز حد منكم بقى كده يقول لي لو انا جيت قلت لك ارسم لي فيل سكشن دبل تريك هعمل ايه؟ هحط الايه؟ ده ايوه هحط قيمه. طب ما انا عندي قيمه الايه اهي. ما انا الايه موجوده عندي اهي. الاسم مول يا دكتور. أيوة. لا الاسم مول يا دكتور. يبقى حدد كلامك كده هيبقى عندي زياده ايه سمول. بالتالي هلاقي ان الخط بتاعي كبر شويه، المسافات بتاعتي كبرت شويه. لو حد كده لماح معايا الرايت اوف واي هنا هيختلف في ايه لو هو دبل من غير ما ارسمه حتى؟ نزود قيمه الاسم. طيب ممكن تقولي لي كده القانون هيبقى عباره عن ايه؟ المفروض الاي كابيتال، لا ثواني، يبقى المفروض الاي كابيتال هتبقى 2 شطوره يعني هزود قيمه الاي سمول والاي كابيتال هتبقى مضروبه في 2 كده اهو كده زي ما انا كاتباه. لا ايه بس يا دكتور؟ لا الاسم هنا هتفضل من غير 2 والاي كابيتال هي اللي هيبقى جنبها 2 فهي اللي تخش في الكورس. انا عامله كده، انا عامله كده. ايوه انا قلت لحضرتك تمام. يعني انا كاتباه كده ده مظبوط؟ لا الاي كابيتال بس هي اللي يبقى جنبها 2 يا دكتور. يا سلام. وبالنسبه للاجزاء اللي جنبيها واللي جنبيها بقى من الناحيه الثانيه دي ايه مش تبقى موجوده؟ ماشي بس هتبقى زي ما هي، هتبقى زي ما هي مضروبه في 2. يعني انا طلعت الاثنين بره وزودت عليها بس الاي كابيتال صح؟ صح يا دكتور. طيب مطلوب منكم الاتي يا باشمهندسين، هترسموا لي سكشن فيل دبل تراك. هترسم لي سكشن فيل دبل تراك. انتوا كام واحد في الميتنج؟ انتوا كام واحد النهارده؟ انتوا النهارده 20. حلو جدا جدا. ال 20 دولت بس انا هاخد سكرين شوت باساميكم ان شاء الله، هما دول هيسلموها في السكشن لباشمهندس محمد. تمام؟ انتوا مش 20 كمان، انتوا 19. انتوا 19 واحد. كابولوس يا دكتور ولا اسايمنت؟ انا بقى حر احط عليه اللي احطه. انت حل بس. تمام يا دكتور. تمام. ماشي؟ انتوا 19 واحد حلوين جدا جدا ممتازين. مش هاخدهم غير من ال 19. هتديهم لباشمهندس محمد ان شاء الله السكشن الجاي. ايه اللي هتعملوه؟ ان انتوا هترسموا لي في السكشن بس دبل تراك وتجيبوا لي رايت اوف واي بتاعه. ماشي يا باشمهندسين. طيب النوع الثاني من السكشنز اللي عندي هو الكات سكشن. الكات سكشن ده احنا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ان انا يبقى عندي الجراوند ليفل اكبر من التراك ليفل. الجراوند ليفل اهو فوق الخط اللي هو متعلم عليه دوت اكبر من الجزء اللي انا عايز امشي عليه الايه القطر بتاعي، وبالتالي انا هشيل جزء من التربه، عايز اعمل قط لجزء من التربه. طيب ازاي اعمل قط لجزء من التربه بالشكل اللي قدامنا ده؟ تاني الجراوند ليفل بتاعي اعلى من التراك ليفل. الجراوند ليفل بتاعي اعلى من التراك ليفل، اعلى من الخط اللي هيمشي عليه القطر بتاعي، وبالتالي انا عايز اشيل جزء من التربه، عايز اعمل كات لجزء من التربه. شكله يخض صح؟ شكله يخض. بس تعالوا مع بعض كده برضو ناخد كل ايتم ونحاول نطلعه
ونشوف هيبقى فيه مشكلة ولا لا. الـ A والـ 1 والـ H زائد T دي نفس الجزء بتاع البالاست بتاع اللي لسه قايلينه وبتاع المرة اللي فاتت، مفيش أي مشكلة. تمام. برضه أنا عندي هنا 0.75 جزء تحت هنا دوت هو اللي لخبطني كده، عامل لي مشكلة كده، وجزء دوت مكمل معايا للجزء بتاع الاتش كات بتاعتي لغاية ما توصل للجراوند ليفل بتاعي. ايه بقى الجزء اللي تحت ده؟ قال لي الجزء اللي تحت دوت بتاع صرف المطر. الجزء اللي تحت ده ده جزء بتاع صرف المطر، ابعاده بتبقى 0.5 0.5، والميل بتاعه زي الميل بتاع التربه العادي 1:1. يبقى الجزء بتاع صرف المطر ده مش موجود في الفيل سكشن. يعني مثلا لو الجزء ده، الجزء بتاعي ده مش، لو مش موجود كنت مشيت خط هنا افقي وطلعت بيه. قال لي في الجزء بتاع الكات سكشن في جزء بتاع صرف المطر ابعاده 0.5 0.5، الميل بتاعه 1:1. طيب صرف المطر ما بيظهرش غير في الكات سكشن، ناخد بالنا كده هنا مفيش الجزء ده هنا، مفيش الجزء ده في الفيل سكشن. طيب ابعاد الجزء بتاع صرف المطر 0.5 0.5، الخط السكشن بتاعي سيمتريك. تعالوا نشوف كده الاسقاطات الافقيه بتاعتي، محتاجة حد كده يبقى معايا بعد إذنكم لغاية الـ HB زائد T. أنا ما عنديش فيه أي مشكلة، وأعتقد لغاية الـ 0.75 إحنا قلنا إن ده هيبقى برم، وما عنديش فيه برضو إيه أي مشكلة. ده نص في نص، وده الميل بتاعه 1:1. زي ما قلنا المسافة الأفقية بتساوي فرق المنسوب في الميل. أوكي، نص في زد، يعني زد على الاتنين. المسافة الأفقية هنا ديت ب 0.5، المسافة اللي زيها من الناحية التانية زد على الاتنين، من بعد الزد على الاتنين اللي هو بقى المنسوب بتاع المنسوب بتاع البالاست بتاعي هيبقى طالع على الـ H cut، يبقى زد في H cut. نقول تاني الـ A والـ 1 والـ H زائد HB زائد T دي الجزء بتاع البالاست، ما عندناش فيه أي مشكلة. الجزء بعد كده بتاع البرم 0.75، انتوا شايفين الماوس وهي بتتحرك؟ اه دكتور. الجزء اللي تحت ده الجزء بتاع صرف المطر ابعاده بيبقى 0.5 0.5، نص في نص. الميل بتاعه بيبقى بنفس ميل التربه اللي هو 1:1. المسافه الافقيه اللي هي فرق المنسوب في الميل، فرق المنسوب 0.5 في الميل بتاعي زد، يعني زد على الاثنين اللي هو الجزء الصغير اللي مايل ده. وبعد كده عندي نص مسافة أفقية، وعندي زد على الاتنين اللي هي الناحية التانية اللي جنبها. مجرد ما جيت الليفل بتاعي بقى مع ليفل بقى مع ليفل البالاست اللي هو الجزء، خلصت الجزء بتاع صرف المطر اللي تحت ده، أطلع على الاتش كات بتاعتي. الاتش كات الأفقي بتاعها هتبقى زد في اتش كات، زي ما كانت في الفيل زد في اتش فيل، هنا نفس الكلام زد في اتش كات. نفس الكلام هنلاقي ان هو اصلا مفيش اي اختلاف ما بين الاثنين غير في الجزء بتاع الايه، بتاع الجزء بتاع صرف المطر دوت، وان الخط بتاعي الجراوند ليفل بتاعي اعلى من التراك ليفل. فانا بوصل من الجراوند ليفل بتاعي عايزه اشيل جزء عشان اوصل للايه، التراك ليفل. فالجزء بتاع الايه عايزين نشيله دوت، هو ده اللي بيخش معايا في الحسابات. يبقى الرايت اوف واي، حدود نزع الملكيه اللي هي من بدايه السكشن لغايه اخره، كل الجزء اللي فوق اللي هو الافق بتاعي عندي الـ A، وهتضرب في 2 كل، لان الجزء بتاعي الشغل بتاعي سيمتريك، 2 في 1 HB زائد T 0.75 زد على الـ 2 نص زد على الـ 2 زد في H cut. هتلاقيني حتى هنا عامله لك كل جزء لوحده في 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 في, 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 في اقواس. الواحد بتاعتك اهي HB زائد T اللي هو الجزء بتاع البالاست، 0.75 اللي هو البرم، نص اللي هو الافقي، زد اللي هي زد على الاثنين زائد زد على الاثنين. ده الجزء بتاع الايه، بتاع صرف المطر، والجزء الاخير بتاع التربه اللي هيتعمل لها كات، زد في اتش كات. تمام، في حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ الاريا بتاعتي جابها ازاي، جبتها ازاي؟ قفلته برضو كمستطيل كبير، وشلت منه المثلثات،
وبعد كده رجعت زودت عليه الجزء بتاع الصرف المطر اللي تحت ده. يبقى انا هنا لما جبت الاريا اللي عملته ايه؟ ان انا اعتبرته مستطيل كبير تمام. الجزء ده اعتبرته مستطيل كبير. جبت الاريا بتاعت المستطيل ده كله، بعد كده شلت الاريا بتاعت المثلثين اللي في الجنب، وبعد كده زودت الاريا بتاعت الجزء بتاع صرف المطر. عايز تجيب الاريا باي طريقه تعجبك، بس انا شايفه ان دي اسهل حاجه. اي طريقه تجيب بيها الاريا اوكي انت حر اعملها بيها تمام. طيب ده سنجل تراك، لو دبل تراك هيبقى ايه الاختلاف؟ هتزود الـ A الجزء بتاع الـ A. الـ A سمول، حدد كلامك. الـ A سمول سمول، وهتبقى مضروب كل الايتم بتاعي في 2. طب في حاجه مهمه بقى تاني، حاجه مهمه تاني، لو الـ H cut بتاعتي زادت عن 7.5 الاتشكات بتاعتي زادت عن 7.5 عندي ايه؟ انت عندك هنا عندك الجزء بتاع المطر اهو، وطلعنا بيه فوق، وحضرتك جيتي قلتيلي ان المسافة دي اللي هي قيمة الايه؟ الاتش بتاعتي، صح كده؟ اتش كات بتاعتي. طب لو الاتش كات دي كانت اكبر من 7.5 اعمل ايه؟ دي بيرم هنا تمام، البيرم ده نزلني على مسافة 7.5. طب لو زادت عن 7.5 اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ زي ما قلنا في الفيلم، قلنا نعمل ايه؟ يعني 7.5 والباقي يعني خلاص. هنعمل بيرم اضافي كده. طب لو زادت اعمل بيرم ثالث واكمل. يبقى دي الجزء ده بتاع المطر، وانا كان عندي بيرم من فوق هنا اهو، ده البرم الاولاني، ده البرم الاولاني، بعد كده انزلي على الجزء بتاع صرف المطر. طب الاتش بتاعت الكات زادت بقى، يعني الاتش بتاعت الكات اللي عندي زادت عن 7.5 اللي حضرتك محددها، ساعتها يبقى انا عندي 7.5 واروح عامله ايه؟ واروح عامله برم تاني. طب استيل انا الرقم بتاعي 20، فهيبقى 7.5 وبرم، واعمل 7.5 هيتفضل عندي ايه؟ هيتفضل عندي 5، اعمل لهم برم تالت واعمل الخط بتاعي تمام يا باشمهندسين. يبقى انا دلوقتي عندي الريفرنس بتاعي في الاتشات سواء في الاوقات 7.5 متر بتوعي، زادت عن 7.5 هضطر ان انا اعمل برم اضافي. البرم الاضافي ده اتعمل خد باقي 7.5، ولتكن 10، فانا هضطر ان انا اعمل برم وياخد ال 2.5 اللي عندي. طب انا لو الاتش بتاعتي الكات ديت 20 اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اضطر ان انا 7.5 وبرم، 7.5 وبرم، وفي اخر الخمسه اكملهم عادي خالص. يعني انا بتبقى عندي فيت المستيك، لو انا جبت لك في مساله قلت لك ان انت الارتفاع بتاعك 9 ولقيتك عامل لي برم 1، يبقى انت كده المساله بتاعتك غلط. هو انا ما ببصش اصلا على يعني انت راسم ازاي، انا بشوفك عامل 2 برم ولا عامل برم 1 تمام يا باشمهندسين. حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا تاني نعمل ريفيجن سريع. السكشن بتاع الفيل
هي دي الداتا اللي انا محتاجاها عليه. اي سكشن للتراك كامل، تمام، سكشن التراك كامل يعني لازم يظهر فيه الريل والسلابر والبالاست والسويل اللي عندي. الزد بتاعه السب جريد هتتحدد على اساس نوع السويل. الاتش بتاعتي هتبقى بتعرف انت نوع السكشن اصلا من الاتش، اجي اقول لك اتش فيل ولا اتش كات، فخلاص انت اوريدي عرفت نوع السكشن بتاعك. بجيب منه الرايت اوف واي، حدود نزع الملكيه اللي هي المسافه الافقيه الكبيره اللي هتبقى موجوده عندي. مجرد ما جبت الرايت اوف واي اقدر اجيب الاريا بتاعه الفيل اللي عندي، اقدر اجيب الاريا للجزء بتاع التربه اللي موجوده عندي. نفس الكلام في الكات سكشن، مجرد ما انا جبت الاتش كات بتاعتي قد ايه وحددت الابعاد بتاع صرف المطر قد ايه والزد بتاعه التربه قد ايه، اقدر اجيب لك الرايت اوف واي. تجيب الاريا ازاي؟ باي طريقه اللي يعجبك. انا هنا اعتبرتها على اكنها مستطيل كبير، شلت منه المثلثين اللي في الاخر دولت وزودت عليهم الاريا بتاعه صرف المطر. وناخد بالنا ان السكشن بتاعي سيمتريك، ناخد بالنا ان السكشن بتاعي سيمتريك. لما اجي اقول لك ديزاين وذا ريزنبل سكيل، مش معنى ريزنبل سكيل ان انت تقيس لي حاجه، معنى كلمه ريزنبل سكيل ان انا اشوف السيمتريه ظاهره عندي. يعني لو انت جيت رسمت الاي دي مثلا 2 سنتي وعملت لي هنا سنتي وسنتي وحطيت لي اي قيمه للاتش بي، يعني اي مسافه للاتش بي زائد تي، نفس المسافه دي تبقى هي المسافه للناحيه الثانيه. هو ده ريزنبل سكيل، ده اللي انا بحاسبك عليه فيها. نفس الكلام الابعاد اللي انت هتمشي عليها ناحيه اليمين تمشي عليها ناحيه الشمال. الميل اللي انت عامله يمين هو يبقى نفس الميل اللي انت عامله شمال. ما بقولكش قيس خالص، بس هي نفس المسافات اللي انت بتاخدها يمين تاخدها شمال. تمام يا باشمهندسين؟ نرجع نقول تاني، لو السكشن بتاع الكات دوت طلع ان هو دبل سكشن، دبل سكشن يعني الاس مول دي هتتحدد على حسب نوع الخط اللي انا ماشي عليه. الاس مول دي هتزيد ويتضرب الرقم اللي قدامنا ده كله في ايه؟ في 2. تمام يا باشمهندسين؟ طيب دلوقتي حضرتك جبتي الاريا وجبتي الفوليوم. لو تيجي نفتكر بقى الفوليوم تاني بتاع السب جريد يعتمد على نوع الكروس سكشن. نوع الكروس سكشن لو كان كات او كان فيل، يبقى الاريا بتاعت السكشن اللي احنا عايزينه سواء كانت كات او فيل هنضربها في 1000 متر. ساعتها اقدر اقول لك ان الكوست بتاعت السب جريد هتبقى عباره عن الفوليوم بتاعك اللي انت جايبه سواء ده او ده، بتكلفه المتر المكعب من السويل على اللايف تايم بتاع السويل. ده القانون اللي انا عايزاه لو طلب منك ان انت تجيب لي اعمل لي فيزابيليتي ستادي للتراك اللي عندك. يعني انت محتاج تعمل ديزاين للاربعه ايتم وتجيب كوست للاربعه ايتم. جبت الكوست للاربعه ايتم، ناخد بالنا ان الفوليوم بتاع البالاست بيترسم له رسمه، ناخد بالنا ان الفوليوم بتاع السب جريد سواء كان كات او فيل بيترسم له رسمه. ناخد بالنا برضو هنا ان انا كاتبه لك ان انا لو عندي دبل هزود قيمه الاي على حسب نوع التربه، وكاتبه لك القوانين بتاعتها اهي تحت اللي احنا لسه قايلين عليها حالا. تمام يا باشمهندسين؟ الموضوع مش سهل، بس هو ان شاء الله هيبقى سهل لما حضرتك تحل بايدك. والله كان عندكم الوقت ان انتوا ترسموا لي سكشن كات وسكشن فيل دبل، خلقت اوكي ده انا هبقى سعيده جدا جدا. لكن هو اللي مطلوب من حضرتك هتقدمه في السكشن الجاي ان شاء الله، ترسم لي سكشن ولا عايز ترسم فيل عايز ترسم قط انت حر، يعني براحتك، عايز ترسم الاثنين خير وبركه. لسكشن ماله دبل. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. اوكي، في حد عنده اي استفسار؟ في حد عنده اي مشكله؟ ايه ده، هو انتوا بعتوا لزمايلكم لما قلت لكم ان انتوا هتقدموا حاجه؟ ماشي، في حد عنده اي استفسار بخصوص الكلام اللي قلناه النهارده؟ يبقى احنا النهارده راجعنا على القوانين بتاعه التراك element
وعرفنا ان احنا التراك اليمنت تاني لازم نحسب الاجهادات على كل ايتم. ما ينفعش اعمل ديزاين لايتم قبل دكتور الصوت قطع. باشمهندسين سامعيني؟ طيب تعالوا بس كده نعمل نبص بس بصه بسيطه على الشيت بتاعنا. مش هحل معاك حاجة تاني، بس عايزاك بس تبص على حاجة معينة، ان هي دي القوانين الجيفن عندك، والالفا والزد 1 والبي 3 اللي هو اكبر قانون في بتاع السب جريد عندك. باقي القوانين حفظ، باقي القوانين حفظ. الستانس الافيلابل او الاجهادات اللي بتبقى بتقارن بيها كلها بتبقى جيفن فيما عدا بتاع الريل. انت بتجيبه على حسب السبيد اللي عندك او على حسب الريل ديجري بتاعك، تمام. الكاركترستيك بتاعه الريل بتبقى جيفن موجوده عندك، عشان في ناس كانت بتراجع امبارح وقعدت تسالني الاسئله دي، هي ايه القوانين الجيفن؟ اهي اللي موجوده قدام حضرتك. هل الريل هيتحفظ الكاركترستيك بتاعه الريل؟ لا طبعا، بتبقى جدول مديه لك اهو زي اللي انا منزله لك بالظبط. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. في حد عنده اي استفسار؟ في حد عنده اي مشكله في اي حاجه في الجزء بتاعنا؟ هو كده يا دكتور الجزء بتاع اللي هو ديزاين تراك اليمنت كده كله خلص؟ اه ان شاء الله. احنا بقى المساله بتيجي شامله، اللي هتيجي في الامتحان ان شاء الله شامله الاربع اجزاء. يعني انت ذاكر ولا جات لك شامله الاربع اجزاء؟ جات لك شامله جزئين، انت بتذاكر. أيوة. المهم انها مش تطلع بره الشيت. تمام. الشيت على الام اس هبقى هرفعه حالا، دلوقتي حالا هنزله لكم على التيمز وهرفعه على الام اس على طول. انتوا ان شاء الله في السكشن الجاي هتحلوا مساله تانية، والسكشن اللي بعديه هيبقى كويز على الجزء ده. تمام يا دكتور. على فكره الكويزات دي من مصر، تبقوا عارفين الكويزات دي مش تقدير ليكوا خالص، فكره انك تذاكر وتاخد وتعلي اعمال السنه بتاعتك. يعني انا كنت اتمنى ان احنا نعمل كويز السكشن الجاي في الجزء ده، ولما نشرح الجزء اللي بعديه نعمل كويس تاني فيه، بحيث ان انت تبقى يعني عمال تلم في درجات. حابين كده وشايفين ان الموضوع يعني بحل المساله معاكم النهارده اوكي وعندكم استعداد، انا ما عنديش مشكله خالص، وبرده هيحل معاكم الباشمهندس مساله يعني ان شاء الله في السكشن الجاي. عايزين نحل المساله ونخلي كويس واحد بس المره اللي بعديها اوكي. لو في الاخر بينصب على مستخف يعني. لو كويس مثلا يبقى بسيط زي مساله المحاضره ماشي، لو يبقى بسيط كده زي مساله تانية. انما لو انت تذاكر بقى كويس جامد، انت ذاكر بقى يحفظ قوانينك بس. ما انا ممكن تبقى الموضوع بسيط وانت مش فاكر القوانين، صح ولا ايه؟ ايوه صح. طب ذاكروا بس، ذاكروا يعني. انا يعني المواضيع ان شاء الله كلها في ايدينا ولسه معانا وقتنا يعني، بس ان شاء الله السكشن الجاي تحلوا برضو مساله تانية مختلفه عن اللي انا حليتها معاكم، ونخليها السكشن اللي بعديه الكويز، ما فيش مشكله يعني. بس عايزه اوريكم برضو تاني ان هي دي قوانين الجيفن عندنا، الكاركترستيك بتبقى جيفن عندك. بص لو خدنا بالنا من اول سؤال في الشيت هنلاقيه ان هو ايه، سكتش كروس سكشن. خلي بالك بقى من حاجه، انا هنا مش محدده لك هو ايه،
يعني لو جيت قريت كروس سكشن سنجل تراك اوكي انا عارف ان هو سنجل الداتا بتاعته ان هو 50 ماشي لو احتجت حاجه ابر اهي التراك ليفل 2.5 والجراوند ليفل 7.25 وبعد كده احسب الرايت اوف واي عشان كده انا مديك الداتا بس هو سؤال السكشن ده قط ولا فيل قط يا دكتور التراك ليفل 2.5 قط دكتور والجراوند ليفل ب7.25 التراك ليفل 2.5 التراك ليفل 2.5 والجراوند ليفل ب7.25 يعني الجراوند ليفل اكبر من ايه التراك ليفل اي ايه قط شاطر هل انا محتاج ان انا اقول لك ان هو قط انا محتاج ان انا اقول لك لا لا طب انا اديتك الليفل خلاص اتفضل هو بالنسبه لرسمه السكشن نفسها ما ينفعش اعمل خط قطع وارسم نصها ولا لازم كلها بما ان هو سيمتريك يعني انا زعلت منك بس كده انت مكسل ترسم سكشن كامل يعني هل انا هنا قلت لك مثلا ارسم لي هاف سكشن هو سؤال عابر مش اكتر يعني عشان عابر في الخرسانة إيه؟ بنعمل في الخرسانة بنرسم يعني ممكن نرسم ربع البلان فبسأل يعني هو اصل دي مسألة كاملة يعني دي مسألة ممكن تبقى هي دي مسألتك يعني تعمل لي نص المسألة وتسكت يعني مش حابة مبسوطة يعني لا ترسم لي سكشن كامل بعد اذنك ممكن ما تكتبش الداتا الناحية التانية ولو ان انا ديت ما بحبهاش برضو يعني انا برضو يا بحب السكشن كامل بالداتا بتاعته كامله زي ما انا مديهولك في الـ في الـ في اللكتشر كده والله يبقى انت يعني ما فيش وقت يمكن الامتحان هيبقى طويل بتاع خلاص يبقى يعني ارسمه كامل واكتب النص البيانات على نص بس فيه ولو ان برضو انا ما بحبش كده يعني انت مش هتاخد منك 30 ثانية زيادة انك تكتب البيانات تاني يعني فاهم مش هتاخد منك حاجة اصلا تمام هنزل لكم شيت ان شاء الله والمحاضرة كمان ولو حد محتاج اي حاجة احنا يعني على تواصل مع بعض هتحلوا مسألة تاني في الشيت اتمنى ان الناس تبدأ حل في الشيت قبل ما تروح السكشن عشان لو كان في اسئلة او حاجة في حد عنده اي سؤال في حد عنده اي حاجه عايز يسالهاني اعتقد ان النهارده الموضوع كان يعني ابسط شويه لما حلينا مساله بتفاصيلها كده ماشي يا باشمهندسين فرصه سعيده جدا ان شاء الله اشوفكم المحاضره الجايه على خير ما حدش ينسى السكشن تقدم فيه ال بتاع اللي انا طلبته ان احنا نرسم السكشنز كدبل تراك اوكي تمام يا دكتور تمام يا دكتور صباحكم خير وسعاده ان شاء الله ولو حد محتاج اي حاجه انا موجوده طبعا شكرا ميرسي جدا جدا نتقابل المحاضره الجايه باذن الله أخير إن شاء الله. إيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.